السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلنأتي إلى مصر، هل كانت مصر بعد الثورة أحسن منها قبل الثورة؟ درسنا الأساتذة المصريون في عهد الدولة الملكية، ثم درسونا بعدما قامت الثورة، وكان النقد المصري أكثر من 10 ريالات الجنيه، والآن تعرفون كم يساوي. قامت الثورة على من في الشام عندما تغير الاتحاد بينهم وبين مصر، وهو اتحاد لم يكن موفقا في أصله، صار يمشون كالذي يمشي يتردى من هوة إلى هوة. العراق كان الحاكم أحد الأشراف في العراق من ذرية الشريف حسين، جد حسين اللي مات من الأردن، ثم جاءت الثورة عليه في العراق، وكان في ذلك الوقت أهل السنة أكثر من الشيعة في العراق. ثم حصل التغير، فكانت العراق بعد الملكية تتدحدر من سوء إلى أسوأ، وأما الآن لا يحتاج الأمر إلى حديث. ولذلك جميع البلدان التي حصلت فيها انقلابات وشر حصل فيها، كانت ليبيا في عهد الملك الإدريسي، إدريس السنوسي، كانت في حال هادئة، انقلبت في عهد القذافي بما لا يخفى على العارفين، فصاروا من حال إلى حال ومن بلاء إلى بلاء. ولذلك ينبغي المسلم أن يفكر في العواقب التي تنتج عن مخالفة السنة فيما يتعلق باحترام البيعة وتعظيم شأنها وإجلال قدرها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أخشي يزعل اللي جنبي. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.